البوستر بتاعك دايركشن حوالين اكس، فكان لازم يبقى في رياكشن فين؟ هل انا لما حركت العمود الاولاني كان ليه اي علاقه بالعمود الثاني؟ لا، لان دي مش دايفرام لجري اوف فريدم، ده مش كونكتنج لجري اوف فريدم، فبالتالي هو كل تاثيره على العمود بس. معنى كده ان انا بس محتاج اشوف هو تاثيره ايه على الماستر جوينت. هل في فورس هنا في اتجاه يو واحد؟ في فورس في اتجاه اكس، معنى كده ان يطلع لك كي 1 4 بصفر. طب في فورس في اتجاه يو 2؟ ده حركه راسيه، معنى كده ان كي 2 4 طلعت ب6 اي اي على ال تربيع. طيب في مومنت حوالين الماستر جوينت اللي هو حوالين محور 3، تعال نضرب الفورس دي في المسافه، معنى كده ان دي تطلع لك ب6 اي اي على ال تربيع، والمسافه دي كام؟ ب5. اخر حاجه كي 4 4 المومنت اللي حوالين اصلا محور مين؟ اكس، اللي هو 4 اي اي على ال. طب بعد كده بقى، هل الدوران ده يجيب حركة رأسية؟ هل الدوران يجيب حركة رأسية؟ لا. طب معنى كده ان 5 بصفر. طب هل أي حركة عند العمود ده تسمى عند العمود الثاني؟ معنى كده ان انت من اول الكي 5 4 لحد كي 9 4 كلهم بكام؟ كلهم بصفار. كلهم بصفار. يبقى بص العمود ده كله هو فوق بالثلاثة فاريوس بس. طب ده نفس الطريقة دي لو قلت لك تعالى نحط ده يو 5 هي اللي كام؟ 1. يو 5 يبقى انا بتكلم لسه على نفس العمود ده، بس بدل ما كنت باخد ان دوران حوالين اكس، المره دي ده دوران حوالين ايه؟ حوالين واي. يو 5 يساوي 1. بنفس الكلام لو انا جيت قلت لك يو 5 تساوي 1 يديني مومنت حوالين محور مين؟ حوالين محور واي. قيمته قد ايه المومنت ده؟ 4 اي اي على الالم. طب وانا بلف حوالين محور واي الاتجاه المصري بلف كده، معنى كده ان الاكس دي في نيجاتيف اكس وقيمته صح كده؟ طب ايه رايك لو تعالى نطلع عند الماستر جوينت هيتنقل بايه؟ بتورشه بس. يبقى انا لو جيت سالتك ادي اول حاجه بالنسبه لك القيمه بتاعت ده مومنت اهو عشان الفيكتور بتاعك. لو جيت سالتك اول حاجه تي 1 5 قيمه الاكشن هنا كام؟ ناقص 6 اي اي على ال تربيع. دايما وانت شغال بص على كنت جاي ولا جيت، وانا لما جبت 5 1 كانت طالعه ايه؟ ما جيت ب 6 اي اي على ال تربيع، معنى كده دي لازم تطلع هي هي. فادي 1 5 يبقى ده في اكس. في حركه راسيه في واي او في رياكشن راسي في واي، يبقى معنى كده ان 2 5 بكام؟ بزيرو. طب في تورشن حوالين محور 3؟ في عندك هنا 6 اي اي على ال تربيع، والمسافه الراسيه دي كام؟ 1. طب ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده بوستر كاونتر كلوك وايز ده بوستر. بعد كده نبتدي نكمل كي 4 5 مومنت حوالين اكس، الملفين حوالين واي، كان في حاجه؟ لا. وده هي علاقه ب 5 4 الاثنين طالعين بصفار. طب المومنت اللي اسمه 5 5 هو انا ملفين حوالين واي، ده مومنت قد ايه حوالين واي؟ 4 اي اي على الام. طب من اول بقى ما نيجي نتكلم كي 6 5 زيرو. طب وكل اللي بيحصل عند الاعمده الباقيه بكام؟ بزيرو. بزيرو برضه. معنى كده ان انا كونت كمان العمود نمره 5 اللي موجود في الماتريكس. طيب عشان نبقى خلصنا العمود ده كله هيبقى لنا ديجري اوف فريدم واحده اللي هي ايه؟ يو 6. يو 6 دي معناه ان العمود بتاعك ده انت مسكته حركته حركه اساسيه في اتجاهه هو بتساوي كام؟ 1. تساوي 1. مش هيحصل غير ايه؟ اكشن ستاتنس بس، يعني كان العمود بتاعك اللي كان عامل كده انت سحبته لفوق كده بتساوي 1، فيديك رياكشن لفوق اي اي على ال. في حاجه تاني؟ ولا اي حاجه، معنى كده ان كلهم بصفار ما عدا كي 6 6 هي اللي في اي في الاي على ال بس كده. فكده قلت لك ان العمود بتاع الديجري اوف فريدم الرئيسيه سواء 6 او 9 انكبل كله بصفار ما عدا الدايجونال بتاعته اللي اسمها 6 6. ده اللي يطلع فيها الاي في الاي على الاقل بتاعت مين؟ بتاعت العمود ده. وبالتالي كل دول شويه ارقام، من الاول خالص قلت لك اعتبر الاي اي بتاعتك معاك والاي اي كمان معاك. الاي بتاعتنا واحد واحد بتتضرب في الاي في الاثنين جاي بس فتره تطلع لك رقم. فمعنى كده ان انا كونت لحد دلوقتي ست اعمده موجوده في المكتب. ايه الاختلاف ما بين الثلاث اعمده الخاصين بالعمود الاولاني والثلاث اعمده المفروض يكون ليهم علاقه بالعمود الثاني؟ ترش. يعني زي ما عملنا دول اللي انا عايزكم تعملوه بقى، عايزين نعمل الثلاثه دول على عمود مين؟
تاني بس بشكل سريع هقول لكم سريعا الغلطه بتاعت غالبا الناس طوال قصه الشرف غير كده هقول لكم بقى كده ايه المطلوب مننا اللي احنا كنا بنقوله لو انا جيت هنا العمود ده المره دي هنجيب نلففه حوالين نحو نجيب هنا ده اللي هو يعتبر دي 7 ونص واحد تمام لو انا لففته حوالين اكس انا بس عشان الدايركشن فانا هرسمه لك هنا ده كان العمود بتاعك وده اكس وده واي وراس زد يعني 1 2 وده 3 اللي هو الراس بتاعك ماشي كويس احنا دلوقتي بنقول انت لفيت حوالين مين؟ حوالين اكس اللي هو كان حوالين ده يعني كانك بتلف حوالين اكس يعني ماشي الموديل ده وده اللي انت كنت بتقول عليه 4 اي اي على مين؟ على القلب يعني ده العمود بتاعي اهو وده كان محور اكس انا بلف حواليه عشان يطلع في اتجاه فاصل بعد ما بلف في الدايركشن ده فده بيلف كده وده بيلف معاه يبقى الرياكشنين هيلفوا ازاي؟ عكسه صح؟ الاثنين دول بيلفوا عكسه يبقى ده هيبقى داخل لجوه وده خارج لبره ده لجوه اللي احنا قلنا عليه هيطلع لفوق بالشكل ده فده الرياكشن اللي في دايركشن 1 وده اللي كان بيطلع ال 6 اي على الاقل تنبيه فالساين بتاعتك لما لفيت حوالين بوستيف اكس اداك بوستيف 1 فعيني كمان شويه لما نيجي نلف بقى المره دي حوالين مين؟ ب8 كنا بنلف حوالين 1 فلو حطيت انا هنا ده مومنت حوالين نحو 1 هو يو 8 بتساوي 1 روتيشن حوالين نحو 1 نفس العمود ده اهو الدوران حوالين نحو 1 يعني بنلف حوالين مين؟ المحور ده لو انا بلف حوالين المحور ده يطلع لك 4 اي اي على القلب فمعنى كده ان الاثنين دول هيلفوا ايه؟ كاونتر كلوكوايز وده يلفف العكس بتاعك فساعتها هتلاقي الخيط بتاعك ده سوري الدايركشن الفاصل بتاعك هيلفف كده والمومنت اللي معاه الاثنين دول بيلففوا كلوكوايز معنى كده دول لازم يلففوا ايه؟ كاونتر وده يطلع لك شمال هنا وده يمين احنا لحد دلوقتي ما اهتمناش بده خالص ده هيفرق معانا كمان شويه لو عايز احسب الاكشن لكن انا بتكلم على ده فده تلاقيه بقى المره دي طلع لك في نيجاتيف مين؟ ان هو 6 على الاقل ترجمه بس طلع لك في دايركشن ايه؟ في دايركشن نيجاتيف بنيجي نحط بعد كده يو 9 هي اللي بواحد فده احنا بنتكلم على الاكشن ستيفنس ده الممبر وانا شديته لفوق يو 9 بواحد يديني هنا يو على الاقل وهنا عكسها ومفيش حاجه تاني فهنا ما يطلعلكش غير كده 9 9 بس هي اللي بي على الاقل الباقي كله مش فاضي هنا كان يطلع لك يو مثلا 8 1 اوكي 8 1 ودي ديجري اوف فريدم كام؟ دي 8 8 وبعدين تنقل هنا عند التورشن اللي هي 3 كام؟ 8 دول بس الثلاث قيم اللي يطلعوا بارقام فجينا نحسبها هنا يبقى هيطلع كي 1 7 0 لكن كي 7 7 القيمة بتاعت 4 اي اي على ال ويطلع كي 2 كام؟ 7 ويطلع في الاخر كي 3 7 برضه ثلاث قيم بس يبقى معنى كده ان اي عمود هو بيجيب لكش غير اثنين عنده وتنقل تورشن فين؟ عند الماستر جوينت بس لحد دلوقتي كده في اي حاجه في الماتريكس 9 9 نتيجه المساله نفسها في حد عنده مشكله نحسبها؟ في حد شايف ان في حاجه من دول مش فاهم تتحسب ازاي؟ كويس يبقى اللي انا وصلت له لحد دلوقتي معاكم ان انا اقدر دلوقتي اكون ماتريكس 9 9 ناتجه عن مين؟ عن البلاطه اللي هي الدافران الجيز اوف فريدم وعن الفيرتيكال الجيز اوف فريدم الخاصه بالاعمال يبقى ما كانش ليا غير ان انا ايه؟ اجمع عليها الستفنس بتاعت البلاطه ودي زي ما قلت لكم ارقام جبل يعني انت هتلاقي الماتريكس دي زي ما قلت لكم من شويه لو قلنا 6 في 6 هتلاقي شكلها عامل كده وكلها بقت ارقام طيب الارقام دي ما بين 4 و5 و6 و7 و8 و9 احنا لما نروح نكون الماتريكس 9 في 9 بتاعتك هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وده بنفس الطريقه بالظبط الامتحان ممكن يطلب منك حاجه واحده بس اقول لك كون لي العمود الفلاني في الماتريكس اقول لك مثلا الستفنس ماتريكس بتاعت البلاطه دي موجوده عند انهي ديفيجن اوف فريدم موجوده عند البندنج ولا موجوده عند الدايفران ديفيجن اوف فريدم يعني انا ما اديتها لكش ما اديتها لكش 9 9 اديتها لك 6 اختار تاني 6 طب وليه اديها لك انها بليت؟ يعني البلاطه نفسها دخلت معاك في الجزئيه هورزونتالي بتتحرك كانها دايفران فروضت لك يو اكس ويو واي معكوشه حوالين زد لكن لما جينا نتكلم على فيرتيكال فدي شغاله كانها بلد بندنج ممكن تلف حوالين اكس حوالين واي وتتحرك راسه
عشان كده دول كان العلاقه بتاعت الثلاثه اللي بيوسف فيه دول، لكن الدافران كان مربوط مع الاثنين دول. دي المقصود بالاسئله النظر، يعني محدش هيقول لك تعالى سمعني مش عارف ايه، هو انت فاهم انت بتعمل ايه ولا لا؟ انا قلت قبل كده محدش هيجي يسالك في امتحان يقول لك ابدا من الاول، كل ده عمالين نتكلم في مبنى العمودين. لا ممكن نروح مبنى كبير شويه وانا اشاور على عمود واحد منهم بس، واقول لك كون لي ده. طب قول لي التوشن لو حطيت الماستر جوينت هنا يفرق ايه في اللود فيكتور لو حطيت الماستر جوينت في النص؟ وهكذا. دي المقصود ان انا بس عمال اتناقش معاك وانت فاهم ولا مش فاهم، عارف ولا مش عارف. طيب دي الماتريكس 9 هنملاها ب 69، لما نيجي نزود ده نزود في انهي سيلز بقى؟ يبقى الاول رقم ده بيمثل مين؟ اللي هو الاربعه. اربعه مع اربعه، يبقى انت هتروح تاني هنا ده اربعه مع اربعه، يبقى احنا عمالين مزودين الترم بتاع مين؟ بتاع البلاطه هنا. هي الماتريكس دي احنا اللي استنتجناها في الحقيقه، جبنا الاستيتمنت بتاعت البلاطه وعملناها كوندنسيشن عند الديفيزور فيلد بتاعت العمادة. يعني هي مش هتفرق معايا انا واخد الاستيتمنت لا خالص، احنا جبنا لك الاستفلس عملنا لها كوندنسيشن عند الجيزه فيها بتاعت الاعمده، ما دخلش الدفان اصلا معايا. لان البليت بانج بتاعت البلاطه الاستفلس بتاعته كبليت بانج مالهاش علاقه اصلا بالدفان. الجيزه فيها دي مالهاش دعوه بالتانيه. عشان كده بقول لك انا شغال على الجيزه فيها دول من 4 ل 9، يبقى انت عارف كده اللي هتعمله ايه؟ في من 4 ل 9 هنا اللي هي الحته دي. احنا استنتجناها دلوقتي، دول استنتجناها في وسط الماتريكس كبير. كل اللي انت هتعمله تعالى نضيف على كل سيل الفاليو اللي كانت جايه لنا منين؟ من الكي بتاع الستار. فرحت جيت هنا دي بتاعت 4 5، لا هنا كان في بتاعت 5 4، ونفضل ماشيين بنفس الطريقه دي. الماتريكس بتاعتك الجزئيه دي بس هي اللي هتتملي بتاعتك. استفنش جايه منين؟ جايه من الكي بتاعت البلاطه، يبقى دول هيتجمع عليهم على القيم اللي انا استنتجتها دلوقتي. لحد ما في الاخر بقى معاك ماتريكس 9 9 توصف لك السقف ده ان الاستفنس بتاعته كلها شكلها عامل. بعد ما عملت كده عشان تقدر تحل كي فيو تساوي بي او كي فيو زائد بي ممبر تساوي بي جوينت. هل المساله بتاعتك دي انا كنت جيت على اي حاجه من دول عمود مثلا حطيتك عليه ممبر لود؟ ايه شكل الاحمال اللي في المساله؟ لو كنت بادئ السؤال كله ما عنديش في اللود شكله ايه؟ هوريزونتال فورس عند البراضه وبتاثر عند الماستر جوينت. اما بنيجي نحسب اللود فيكتور، تعال نحسب اللود فيكتور على الديجريز اوف فريدم اللي احنا حطينا هنا. طيب ال 10 طن دي في اتجاه مين؟ دي واحد، يبقى دي فيها 10 صح ولا لا؟ طيب هل لو جينا ننقلها عند مثلا يو 2، هل دي جايه كومبوننت في اتجاه واي؟ لا. طب هل دي تلف حوالين التورشن بتاع 3؟ ليه لا؟ عشان تأثر عندها. فمعنى كده ان في الكيس دي الجود فاكتور اللي احنا بنتكلم برضه المفروض يطلع بي جوينت المفروض يطلع من واحد لحد كام؟ 9. ده ما فيهوش فاليو غير عندي مين؟ والباقي كله؟ اصفار. ده ليه؟ عشان انا كنت حاطط الماستر جوينت عند مكان اللود. المره اللي فاتت كنت قلت لكم كنت واخد الماستر جوينت فين؟ في النص. طب لو حاطط اللود هنا كان اثنين بايه بقى؟ بفورس اتجاه يو واحد ومعاها مين؟ تورشن حوالين محور ثلاثة، يبقى ساعتها كان اللود فاكتور هيبقى كونتين مش كل واحد. تمام؟ طيب احنا هنكون الكلام ده كله معايا كي ومعايا بي جوينت، والبي ممبر في مساله زي دي يطلع بكام؟ هل دي بي ممبر اصلا؟ لا. فمعنى كده ان البي ممبر اللي هو المفروض يبقى برضه 9 في 1 كلهم بكام؟ صفار. كلهم بصفار. طب لو انا بقى معايا دول اقدر اجيب اليوهات ولا لا؟ المفروض نروح نحطهم على اكسل على اي حاجه، في الاخر يطلع لك 9 يوهات موجودين في الاماكن اللي انت افترضتها دي. في ممبر ده لو انا جبت الرسمه بتاعتك كنت راسم شويه كمان في 3 دي، يعني شغلت لك العمود ده تحت كده وفكسد وقلت لك ايه رايك انا عندي دي هنا. فالعمود نفسه ده بقى عليه بي ممبر، فنروح نجيب الفيكسل اللي في وسط اللي كنا حافظينها بي ال على 8 ومش عارف الاكشن راس 12 اي اي سوري بي على 2، يبقى ده بي ممبر ده موجود عند كيس فريدم كذا وكذا وكذا ونشتغل معانا كان بي ممبر هنا. احنا دلوقتي ما دخلناش في دي خالص، انا كل اللودز اللي حطيتها لاترالي مركزينها عند مين؟ عند الدافرام. حطها عند الدافرام كده حتى لو الفورس بتتقفل في الجوينت برضه مش هيبقى في بي ممبر؟ لا جوينت فين؟ هنا يعني؟ لا حطيت الجوينت في النص ميديم جوينت اللي هي اسمها ايه؟ مسا جوينت عايز تحطها في النص؟ كويس. بعد ما تحطها في النص اللود فين؟ اللود تحت بالظبط. تعالى ننقل هنا بس هيتنقل بيو بخوش في واحد ومعاه توشن بس ستيل بي ايه؟ بي جوينت عشان تنقله عند النقطه دي. لكن يديك واحد وثلاثه بس بالظبط كده. في حاله دول في النص يبقى يديك واحد وثلاثه. بي ممبر ده يجي لو الممبر نفسه بتاع الفيرتيكال اناليس الاعمده او الفريمز او ده ساعتها عليه ايه؟ عليه لوف. تمام؟
طيب من هنا هنجيب 9 يوهات. اماكن ال 9 يوهات موجودين بالشكل ده. طيب هو احنا قبل كده كنا بنشتغل على مشاكل بسيطه خالص عشان اعمل بوست بروسيسنج. عايز اجيب مثلا الرياكشن، عايز اجيب الانترنال فورس اللي موجوده في كل علم. بالبارك مثلا في مكان ده. يعني انا عايز اجيب كلمه الفورس مثلا اللي في العمود الاولاني وليكن ده، عايز اجيب فيه فورس افقيه قيمتها كام؟ كنا بنعمل ايه بالدايركت ميثود؟ كيف يوزر بي ممبر ده لو كنا بنشتغل جنرال او كمبيوتر ميثود كنا بنحطها كده. انا ما استنتجش اصلا الكمبيوتر، انا شغال دايركت. شوف كل حاجه. الدايركت كنا دايما بنقول الحل قدامك. ايه الحل اللي قدامك؟ ده قيمه الرياكشن اللي عند يو واحد اللي حطيت يو واحد بكام؟ واحد. طب مش يو واحد طلعت لنا برقم لما تضرب ده بالرقم زائد الرياكشن عند واحد اللي حطيت يو 2 برقم او واحد طلع بكام؟ يعني 0 في 2 خلاص ملوش تاثير. طب الرياكشن اللي عند واحد يبقى لفيت يو 3 اهو يضرب في يو كام؟ 3. طب لما لفيت يو 4 كان طالع 0. طب لما لفيت 5 لما لفيت 6 7 8 9 يبقى الموضوع كله ان احنا بس عايزين نعمل ايه؟ بوست بروسيسنج على اللي احنا كاتبينه. عشان كده انا كل ده عمال احاول ما امسحش اللي موجود قدامي. فاللي انا هكتبه ده انا ما بستنتجش حاجه جديده. كل اللي انا اقول لك هنا انك جبت 9 يوهات تعالى نمسك عمود. انا همسح نفس الحته اللي قبل كده. لو مسكنا العمود الاولاني بالشكل ده، العمود الاولاني ده كان عنده ديجيز فريدم. انا بتكلم على العمود ده، ايه ديجيز فريدم اللي عنده؟ كام هم؟ 6. فالمفروض ان انا اتوقع يطلع لي هنا كام فورس؟ 6 فورس. فاللي احنا عايزين نعمله انا مثلا هسمي هنا الفورس اف 1 ودي اف 2 وكان عندك 3 اللي هي كانت تورشن. عايز اسميها اف 3، عايز اسميها مومنت. المهم ان انا عارف ان هي تورشن. بعد كده كان عندي بند حوالين اكس وليكن هسميها 4، بند حوالين واي 5، وفيرتيكال ديسبيسمنت هنسميها كام؟ دول 6 فورس. اللي انا عايز اعمله دلوقتي معاكم، ايه رايك لو قلت لك تعالى نحسب اف 1؟ هتروح جاي عامل ايه؟ تعالى ناخد اف 1 في التسعه اللي احنا عملناهم دول. هنا كان قيمه الاكشن 12 ايه قالت لك ايه؟ في 2 في 1. لما حركنا يو كام؟ يو 1. معنى كده انك تيجي تقول لي ده 2 في 12 ده، وخليني بقى اكتبها لك. ده كان تي 1 1 بنضربه في يو كام؟ في 1. يو 1 بعدين هنا كي 1 2 في يو 2. انت اصلا لسه بتقول لي ده كي 1 2 نفسها طلعت بكام؟ 0. يبقى اعتبر ده كله ما كانش له لازمه. بعدين زائد كي 1 3 اللي احنا كنا جايبينها هنا تضرب في يو كام؟ في يو 3. طب بعد كده لما حركنا 4 كانت طالعه بكام؟ ب 0 مش موجود. لما حركنا 5 كان ليها قيمه، لسه في هنا كي 1 5 في يو كام؟ 5. طب لما حركنا 6 لا. طب لما حركت 7 و8 و9 تجيب حاجه عند العمود ده؟ لا، احنا بنحرك عمود تاني خالص. معنى كده ان احنا لو بنتكلم هنا فده يجيب قيمه الفورس الافقيه اللي عند العمود ده. الفورس الافقيه دي تعتبر شيل ولا نون؟ شيل. في الاتجاه اكس ولا واي؟ اكس. يبقى معنى كده ان دي عباره عن الشيل اللي موجود عند السكشن ده بدايركشن اكس. تمام؟ حد عايز يسال؟ لو عندك اي فرصه فين فرصه غير ال 10 طن او ال 10 طن؟ لا خلاص احنا قلناها عند الدفان. بص المفروض ان احنا في جزء كده بس احنا ممكن قلت لكم فكرتها والدكتور كان غطاها كده سريعا. والنار ده مش السكوب بتاعنا، تاخدوه في خرسانه. اي لاترال لودز موجوده سواء كانت وان سواء كانت ريست كويك، الكود بتاعك بيديك طرق كده مبسطه نقدر نحول الزنزان او الريكورد ده لسيرز من الفورسز بنركزها عند كل دور. يعني الزلزال اللي كان جاي عند منصور الفاونديشن انا بقول لك ده هيتحول لفورس موجود عند الدور الاولاني قيمتها كام؟ عند الثاني كام؟ عند الثالث كام؟ الرابع كام؟ فاحنا حولنا اللاترال لودنج ده كله مع ان كان مصدره اصلا زلزال، حولته لفورس عند كل دور موجود عند الديافرام بتاعي. فعشان كده فكره ان انا الاقي اللودز بتاعتي متوره لاترالي لا، ده غالبا مش هتلاقيه موجود لان احنا اصلا حولنا ده لايه؟ للود موجود عند الديافرام. الفكرة كلها هو انت بقى حاطط الماستر جوينت بتاعتك فين؟ فلو انا جيت قلت لك اللود مكانه في النص ولا لود في مكان تاني؟ هو ده القصه كلها بتاعتنا. فالحقيقه الطرق اللي بنحسب بيها مثلا سمبليفايد ميثود اللي موجوده في كود المصري لاحمال الزلازل بتطلع الفورس عند السنترويد بتاعنا. فانت المفروض يعني تاني سنترويد المستقيم ده فين؟ النص. في النص. فالكود بيقول لك الارقام اللي هتحسبها دي هتبقى موجوده في النص. هل ده معناه ان هو الكود بيقول لك الدفران في النص؟ لا، انت بقى حطيت الديافرام هنا يبقى الفورس هنا وانا عايز انقلها هنا. طب انا حطيت اوريدي الديافرام في النص يبقى خلاص مش محتاجه، هي دي جوينت بس. فالفورس
اما بتطلع لنا من الايكويشنز السمبليفايد اللي موجوده في الكود بتطلع تاثيرها عند مين؟ عند السي جي بتاعت سقف نفسه، بيطلع بقى شكل مستطيل يبقى في النص مثلث معرفش يبقى فين واحده واحده. لكن مكان الدايجرام انت اللي بتقوله وبناء عليه بتبتدي تنقل الفورسز عند مكان الدايجرام بتاعك. ودي كده الاف 1 دي الرياكشن بتاع عروض من تحت اتجاه لا ده مش تحت خالص. ليه بقى؟ هو انا ما كنت فارض يو 1 كنت فارضها على العروض من فوق ولا من تحت؟ من فوق. يبقى معنى كده ان ده الرياكشن اللي فوق في اتجاه اكس عند العمود ده. انا لسه ما قلتش رياكشن. احنا لما بنيجي نحسب في البوست بروسيسنج كنا بنحسب انترنال فورسز مش رياكشن. ده كان انترنال فورسز مش رياكشن. يعني معنى كده ان اللي انا بطلعه ده نورمال وشيف اكس وشيف واي ومومنت اكس ومومنت واي وتورشن على السكشن ده. عايز بقى انت تجيب الرياكشنز اللي انا بنعمل ايكوليبريم عند الجوينت 3. لكن ده مش رياكشن. طيب معنى كده جت اف 1 عايز اجيب الشيف في اتجاه واي يطلع شكله ايه؟ يبقى اف 2 ده يطلع يساوي نفس الكلام. فانا كتبت 2 1 بكام؟ بزيد في واحد خلاص مالهاش دعوه. طب كي 2 2 كان ليها رقم يعني كي 2 2 في يو 2. طب كي 2 3 يبقى كي 2 3 في يو 3. فلما حركت 4 برضه السيت كان ليها قيمه 2 4 في يو 4. فلما حركت 5 صفر. طب لما حركت 6 صفر. طب لما حركت 3 الباقيين برضه صفر. من هنا كده خلصنا طلعت لك الاف 2 دي شكلها انترنال فورسز اوف نورمال ولا شيء؟ شيء بس اتجاه مين؟ واو. دلوقتي بنتكلم بقى 3 دي فنتوقع ان العمود يطلع له كذا حاجه، يطلع له شيف اكس ويطلع له شيف واي ويطلع له كل حاجه. فمعنى كده ان ده شيف اكس وده الشيف اللي موجود فين؟ في واي. طب انا قلت لك تعالى نحسب اف 3 اف 3 ده اللي بيمثل مين؟ التورشن اللي عند العمود نفسه. طب انا قلت لك ان اف 3 كان طالع هنا ده كي 3 1 في يو كام؟ عندي ده صح ولا لا؟ عندي يو 1 وبعدين هنا عندي 2 وبعدين هنا عند 3 وبعدين عند 4 وبعدين عند 5. فده معناه ان ده قيمه التوشن اللي هتبقى موجود عند مين؟ عند ديجري اوف فريدم 3. طب هو ديجري اوف فريدم 3 دي موجوده عند مين؟ كنا حاطينها عند الدافرام. كانت موجوده عند الدافرام صح ولا لا؟ طب معنى كده ان انت لو حسبت القيمه دي ده معناه ان ده قيمه التوشن الناتجه عند ديجري عند عند القيمه بتاع نقطه الدافرام دي. يعني انا عايز اني احسب بوست بروسيسنج احسبه عند مين؟ عند العمود. هو السؤال انا لما كنت عمال اتكلم في يو 3 دي كانت بتمثل لك عند نقطه الدايجرام. التورشن ما بيتنقلش من نقطه لنقطه زي النمط مش بضربه في مسافه. لما كنا جينا لففنا عند يو 3 لففت هنا عند يو 3 هل اداك تورشن اصلا هنا؟ الدوران اللي كان عند نقطه الدايجرام هو ده هل اداني تورشن عند العمود؟ لا. انت حولت الدوران اللي كان عند نقطه الدايفرام لحركه افقيه وحركه راسيه عند كل عمود. طب هل الحركه الراسيه او الحركه الافقيه كان بيدوني تورشن عند العمود؟ معنى كده ان كل الديجيجي فيا اللي كانت قدامك جابت تورشن على العمود ولا واحده جابت تورشن على العمود. التورشن ده كان جاي عند نقطه مين؟ عند النقطه بتاعه ده. طب هو الدوران اللي كان حاصل هنا السؤال بقى اخذنا تاثيره عند يو 1 ويو 2 ولا لا؟ اخذناه. احنا كنا واخدينه هنا اللي هو الخمسه والواحد وانت لما جيت جمعهم هنا كان في ثلاثه داخله معاك ولا لا؟ معنى كده انك اخدت تاثير الدوران اللي كان حاصل عند نقطه الدايفرام في حساب الهوريزونتال شيل في اكس وفاي عند العمود. لكن في الحقيقه التوشن اللي هيبقى موجود عند العمود نفسه كام؟ لان انا ما لففتش العمود ده حوالين محور رجعه انا مسكت نقطه ثانيه ولففتها. فمعنى كده ان ده هيطلع عندك بزيد. نفس الكلام بقى بس عايزين المره دي نفس المهم. لو لففت العمود نفسه لو انا واخد نقطه الدايفرام فوق العمود فساعتها لما باجي الف بلف حوالين مين؟ العمود نفسه. ساعتها يطلع لك الجي في الجي على ال بتاعته. ده تورشن ستيفنس لي. ده تورشن ستيفنس للعمود. طيب ادي عايزين بقى بعد كده نجيب اف 4. اف 4 ده بلف حوالين محور مين؟ اكس. نفس الكلام اللي قلناه دول جايين هنا كي 4 1 في 1 بكام؟ بصفر. كي 4 2 طلعنا فاليو. كي 4 2 في يو كام؟ 2. طيب في كي 4 3 ولا 3؟ كي 4 3 في يو 3. في كي 4 4 في يو 4. طيب لما حركنا 5 كان في كي 4 0 لما حركنا 6 0 برضه من هنا طلعت لك ده. ده بندنج حوالين مين؟ ده كده المومن ده حوالين محور اكس. نفس الكلام لو جينا نحسب بعد كده اف 5 وبعد كده اف كام؟ 6. اف 5 نروح نبص هناك 5 1 نطلع برقم يبقى كي 5 1 يو 1. لما حركنا يو 2 هتلاقي 5 الدوران طلعت لك بزيرو. حركت 3
يبقى كي 5 3 يو 3 بعدين لما حركنا يو 4 كانت 5 طلعت 0 بعدين يو 6 مشان يو 5 كي 5 5 يو 5 ما حركنا 6 ما اداش حاجه برضو 3 الباقيين ما يدوش القيمه دي تمثل لك مين المومنت اللي حوالين محور واي اخر قيمه بقى بعد 6 دي تمثل الايه تمثل فوق انتجر فوق شكلها ايه نو انا جبت شيء اكس ده كده كيو اكس جبت شيء واي سوري ده كيو واي الاولاني هو اللي كان كيو اكس ده التورشن ده اما اكس اما واي ما بقاليش غير اخر حاجه بالنسبه لك ان هي النورمال ودي مش هتطلع غير ان هي بتساوي كي بتاعت 6 6 كيو كام 6 ودي اللي هي تعتبر النورمال اللي موجود على السكشن ده معنى كده دلوقتي ان انا حصلت 6 ارقام يبقى انا لو جيت على السكشن ده عايز اي حاجه من 6 سترينج اكشنز موجودين ولا لا موجودين معايا طب انا عايز اكمل العمود ده وانا لما باجي ارسم مومنت برسمه على العمود كله انت جبت سكشن فوق كده بقيت نحسب مين السكشن اللي تحت قدامنا حل من اثنين الحل الاولاني بتطبق اتزان مش لازم العمود ده يكون متزن كانترنال فورسز فممكن يجي واحد يقول لي طب انا لو عملت سيجما اف اكس في اف 1 يمين يبقى اكيد ده ايه اف 1 شمال وده فيه F2 في اتجاه مثلا فاصل يبقى فيه F2 في اتجاه نيجاتيف. F3 ده تورشن طلع اصلا بزيد وبعدين حتى لو موجود هناخد سيجما مومنت. ده الفورسز. فيه هنا F6 فوق وهنا ايه؟ ده اللي هو الايكوليبريم سيجما FX سيجما FY سيجما FZ. طب لو عايزين نجيب المومنتات سيجما مومنت حوالين اي نقطة. يعني تعالى ناخد سيجما هنا المومنت حوالين محور X. ونجيب المومنت اللي حوالين X. طب ناخد مره سيجما مومنت حوالين واي ونجيب مومنت حوالين واي الاتزان عالي خالص جاب لي السته دول او حل تاني لو عايز اجيب الطريق الاستفنس يبقى محتاج ايه؟ بالظبط كده لما كنت باجي اقول لك احنا عمالين نحط يونت ديسبلسمنت فوق يعني انا لما اجيب مثلا يوم واحد بواحد انا بدرس انا عمود من الطريق اي واحد ده لما حطيت ده اداك فوق 12 يو اي على انت حلو ولا لا؟ يعني ده ايه؟ صحيح هتكلم في العمود ده نفس العمود ده انا في الاول حطيت اليو اكس بتاعتك بواحد فمعنى كده كان شكله عامل كده اليو اكس رحت انت جيت قلت لي ده هنا 12 يو اي على ال تكعيب طب هو تحت كان هيدي ايه؟ نفس ال 12 بس نيجاتيف مظبوط ولا لا؟ بعد كده جينا قلنا ده كان هيدي مومنت حوالين واي قيمة 6 يو اي على ال تربيع طب وبيدي مومنت هنا قد ايه؟ برضه 6 يو اي على ال تربيع مظبوط ولا لا؟ يعني معنى كده ان انت كنت ممكن وانت بتستنتج دول فوق كنت تجيب معاهم مين؟ لتحت لو عايز تحسب الانترنال ريأكشنز او الانترنال فورسز تحت وساعتها بقى لو عايز اكمل بنفس الطريقه عايز اجيب اف اكس اللي تحت ده كان هنا نيجاتيف 12 اي اي على ال تكعيب في يو كام؟ في يو 1 واروح هنا هل لما لففت في اتجاه يو 2 هيديك ريأكشن في اكس؟ هتلاقي لا لما لففت تورشن هيدي ريأكشن تحت؟ اه طبعا مش اداك ريأكشن فوق في اكس يبقى ما يحصل تحت ايه؟ اكشن لو ده نيجاتيف يبقى تحت فاصله هتلاقي ان نفس المعادله اللي اتكتبت دي بس ايه اللي حصل فيها؟ نيجاتيف ساين مش احنا لسه قايلين ده كي واحد واحد دي اللي طلعناها هنا ده كان بوستيف هنا بقت طلعت تاني نيجاتيف في واحد هي هي يبقى ده بس اللي هتلاقي الاشاره بتاعته ايه؟ اختلفت عشان كده قلت لك لو اف واحد ايه فتحت لازم تطلع ايه؟ شمال عشان كده بقول لك ده يطلع من الاتزان لان احنا اوريدي حتى لما كنا بنكون السكنس ده عباره عن اتزان يعني عرفت ان ده 12 يمين وده 12 شمال ما ده سيجما اف اكس تساوي 0 فيا اما تكون معاك دول ونطبق نفس اللي قلناه تمام يا اما يكون معايا قيم الاستبنس كوفيشنز موجوده تحت واطبق نفس اللي قلته ونضرب ده فيو 1 وشوفوا هنا كان كام فيو 2 وكام فيو 3 ونفضل مكملين او بعد ما جبت القيم فوق تعالى نعمل الكوليبريم على اللمبه ده سيجما اف اكس لو ضرب مثلا ب 5 يبقى هيدي هنا 5 شمال سيجما اف واي لو ضرب 2 يدي 2 عكس سيجما اف زد اللي هو 6 ده لو ده 10 فوق يبقى ده 10 تحت بعد كده لو عايز اجيب 2 مومنت تعالى ناخد سيجما مومنت تحت حوالين محور اكس اروح اجيب قيمه بتاعت سيجما اكس الموجوده تحت لان كل اللي فوق دول معايا بعدين سيجما مومنت حوالين واي اجيب قيمه الاكشن اللي تحت عند مين؟ عند الام واي ساعتها بقى معاك مين؟ الانترنال فورسز كلها اللي موجوده على العمود ده طلبنا منك ترسم مومنت هترسمه شيل هترسمه حوالين اكس او واي مومنت اكس مومنت واي توشن اي حاجه من السته ينفع ترسمه ولا لا؟ ينفع يتكسر يبقى هي القصه كلها الخطوه الاخيره اللي بس اللي كنا عايزين نتكلم فيها هو انا ازاي اعمل بوست بروسيسنج بعد الحليه احنا قلنا في الاستاتس بس بمجرد ما جبت الجهات فنظريا المساله خلصت وكل اللي جاي تعويض انا مش هعمل حاجه جديده عشان كده قلت لك احنا كل اللي هنعمله في الجزئيه بتاع البوست بروسيسنج احنا اوريدي كاتبينه هنا
انا ما بدورش على حاجه جديده. لما كنت حاطط يانا ديسبيسمنت كان بيديك رياكشنز بتاعه. طب لو دي ما طلعتش يانت يبقى رياكشنز هتطلع كام؟ القيم دي مضروبه في الجهات الفعليه. فهو الموضوع كله معتمد تقدر تجيب لي التسع يوهات جبناهم استنتجت استنتجت كوفيشنز بتاعتك بص البروسيسنج على دول تجيب لي الانترنال فورسز في كل عمود. طب ايه التشيك اللي ممكن اعمله عشان اتاكد ان كل اللي انا عملته بعد ما جبت البوست بروسيسنج وخلصنا المساله دي زي الفل؟ العمود متزن والاستراكشر كله ايه؟ متزن والاستراكشر كله ما كانش فيه غير مين؟ فورس اوف اكس. معنى كده ان انا كنت ممكن بدل بعد ما اجيب الرياكشن في اكس عند العمود الاولاني والرياكشن في اكس عند العمود الثاني لازم دول يتزنوا مع مين؟ مع ال 10. بعدين سيجما اف واي لازم تطلع بزيرو، سيجما اف زد لازم تطلع بزيرو، سيجما المومنت لازم يطلع بزيرو. فاحنا دلوقتي بنعمل بوست بروسيسنج على كل المنت لوحده وبعدين لازم الاستراكشر ده كله يكون كله ستيبل كله في حاله اتزان. فلازم سيجما اف اكس وواي ومومنت عند كل الاستراكشر ده في اي مكان تطلع اكليبيوم. عايزين نجيب مثلا اف 5 اللي هي اللي تحت اللي هيخش معانا اف 5 واف 1 بس. كويس عايزين نتكلم بالظبط كده. انت دلوقتي بنتكلم في اف 5 اللي هو كان مومنت حوالين محور واي صح كده؟ نبتدي نفكر واحده واحده. اف 1 دي تلف حوالين محور واي ولا لا؟ تلف ويطلع اف 1 في ارتفاع العمود صح ولا لا؟ طيب هل اف 2 تلف حوالين 5؟ لا دي موازيه ليه؟ طيب هل 3 التورشن تلف؟ برضه لا. احنا لحد دلوقتي اللي دخلناه بس مين؟ واحد. لما تيجي نشوف المومنتات انا بلف حوالين واي ده مومنت حوالين مين؟ اكس. يعني مش خلاص بلف حوالين واي ده مومنت حوالين واي وداخل معاه. طب ده حركه قصيره تلففك حوالين المحور ده ليه؟ لا عشان بتمر بنقطه يعني معنى كده ان الايكويشن دي مش هتدخل معاك غير مين؟ اف 1 في اللانس ومعايا اف 2 اف 5. طب لو جيت اقول لك تعالى نلف حوالين المحور ده اكس اللي هو كنا عايزين نجيب اف 4 مين اللي يلف بقى حوالين اف 4؟ اف 2 ويدخل معايا مين كمان؟ المومنت اللي حوالين اكس 2 دول بس اللي يدخلوا معاك. من دول هتعرف تجيب لي قيمه الرياكشن او المومنت اللي كان موجود تحت. بس كده هيطلع في نفس الاتجاه يطلع في نفس ده يطلع في نفس الاتجاه غالبا هيطلع عكس دول. مش احنا بنقول مجموعه بيطلع بصفر؟ طلع الاكوليفيوم بتاع اف 1 في اللانس ومعايا اف 5 طلعوا بموجب 10 يبقى ده لازم يطلع كام؟ نيجاتيف 10 تمام؟ لان احنا بنقول سيجما مومنت ايكوال زيرو مش ده بيساوي ده. خلاص يعني بص القيم عشان كده ده انا عملته في الاخر. هل القيم اللي انا حسبتها تحت دخلت معايا في تكوين الستيفنس ماتريكس؟ تاني هل القيم اللي حسبتها تحت هنا دخلت معاك في تكوين الستيفنس ماتريكس اللي ده 9 9؟ خالص. ليه بقى؟ الديفيجن فريدم اللي انت حاططها دي حاططها فوق على عمود ولا تحت؟ فوق. فمعنى كده ان دول مش موجودين اللي تحت دول مش موجودين اللي عندهم ديسبيسمنت زيرو. مش معنى ان هم عندهم بقى ديسبيسمنت زيرو وما دخلوش في الماتريسيز ان ما عندهمش رياكشنز، لا فيهم فورسز. الفورسز بتاعتك هتحسبها بنفس الطريقه. فالجزئيه دي ما لهاش علاقه بتكوين الستيفنس ماتريكس. ليها علاقه انك لو عايز تستخدم الستيفنس في ايجاد الانترنال فورسز الفورس بروسيسنج. فينفع نعمله؟ هتعمله بالطريقه دي. تمام؟ طيب لحد دلوقتي في مشكله؟ اتفضل. قلنا لو في قوة في نص العمود. قوة في نص العمود يعني ال 10 دي حضرتك مساحة اللي هي دي بندر. انت قصدك بي بندر ده تمام. دي بتطلع في البوست بروسيسنج. طيب دي اولا تظهر في حاجتين. تكوين اللود فيكتور نفسه اللي في المسألة كلها. يعني ايه؟ لما جيت كونت التسعة في واحد اللي هو الفيكتور بتاع البي جوينت قلنا هنبدا ال 10 دي لو هي هنا تبقى 10 بس. طب البي ممبر ده تعال نمسك كل ممبر في المسألة. انا اكتشفت ان مفيش غير الممبر ده اللي فيه لود. تعرف تجيب البي ممبر بتاع ده ولا لا؟ كنا حافظينه ان انا مثلا لو معايا فيكس بالشكل ده وحاطين بي هنا فكان بيديك هنا بي على الاثنين وهنا بي على الاثنين وكان بيدي مومنت بالشكل ده بي ال على كام؟ 8 وبي ال على 8 صح ولا لا؟ المومنت ده حوالين اكس ولا واي ولا محور زد ولا ايه بالظبط؟ ده حوالين واي صح ولا لا؟ معنى كده ان المومنت ده كده يعتبر مومنت حوالين محور واي اللي هو بالنسبه لنا في العمود ده كان احنا سوري بنتكلم هنا 5 يا لا مومنت اللي هو يعتبر حوالين 5 وطلع فاصل وده حوالين انا ديجري اوف فريدم في دول واحد معنى كده ان ده اف يعتبر واحد. هنا بقى نيجي نتكلم في البي ممبر. البي ممبر انا عايز 9 في 1. لو جيت سالتك في رياكشن من الممبر لو حوالين واحد ولا لا؟ هتقول لي ده يطلع نيجاتيف بي على الاثنين. طب في رياكشن حوالين 5 ولا لا؟ ده يطلع نيجاتيف سوري ده بوزيتيف بي ال على 8. يبقى في بي ممبر بقى موجود ولا لا؟ ده انا بتكلم في الفيكتور 9 في 1.
فمعنى كده ان الحل نفسه بتاع كي في يو زي بي ممبر بتساوي بي جوين، اليوهات نفسها تختلف ولا تختلفش؟ اختلفت. يبقى ده اول ظهور الممبر لود. لما نيجي اللفه بالدايركشن ده حوالين محور واي، الفيكتور بتاعك فين؟ لجوه. وانا الايه؟ عمود على البورد. لجوه ولا بره؟ لجوه. وانا فرض ان الروتيشن بتاعتك البوستف فين؟ لجوه. فبقى ان انا فرضه كده فقلت عليه ان هو بوستف. طيب بعد ما جبت بقى اليوهات بالابديت الجديد ان انا حطيت بيه ممبر خلاص طلعته، عايزين بقى نعمل بوست بروسيسنج. لما كنا بنعمل بوست بروسيسنج كنا بنقعد نقول ايه؟ كل فورس في الديسبلاسمنت بتاعتها في الاخر زائد بي ممبر. لما نيجي دلوقتي بتكلم على العمود ده اللي انت من شويه كنت بتقول ده كان اصلا في لود هنا بي، مش احنا كان معانا البي ممبر بتاعت العمود ده؟ يبقى اللي كان يختلف اف واحد كان هيطلع متساوي، في واحد واحد في واحد، واحد ثلاثه في ثلاثه، واحد خمسه في خمسه، وجرام زائد بي ممبر اللي عند الجي في ده واحد اللي احنا لسه طالعينها في ماوس دي على الاثنين. وبعد كده لما نيجي نكمل، هل كان في بي ممبر عند اف 2؟ اف 2 دي حركه فوق؟ لا، عند 3 لا. الايه؟ ايه اللي ناقص كده؟ نيجاتيف ليه؟ البي ممبر هنا كان شكله فاصل ولا نيجاتيف؟ مش ده كان رايح ناحيه الشمال؟ فده بس بالنسبه للسايد بتاعك نيجاتيف. طيب بعد كده نيجي عند 4، ده مومنت حوالين اكس، مومنت اللي هنا كان واي، يبقى هو مش هيظهر غير هنا، تروح جاي في الاخر تقول لي ده زائد كمان المومنت اللي كان طالع بيه يطلع على كام؟ على 8. يبقى وجود البي ممبر يفرق معاك في حاجتين، في تكوين الممبر فيكتور او الممبر لود فيكتور على الاستراكشر كله، وبالتالي ده ياثر لك في اليوهات. وكمان لما نيجي بعد كده نفس الاقتران بتاع الانترنال فورسز يفرق عند الاماكن اللي كان فيها بي ممبر. طب انا جبت اللي فوق المنظر ده، لما اجي بقى في مساله زي دي كده اخد سيجما اف اكس، هل يطلع ان ده اف واحد ده نفس القيمه بس عكسه؟ لا، ده لازم دول مجموعهم يطلع مين؟ البي. وساعتها لما تيجي ترسم مثلا الشيء هتلاقيه اتكسر في الجزئيه دي وطلع لك مستطيل، وهنا اتكسر قلب الناحيه الثانيه. لان بقى في ممبر لود. قبل كده ما فيش ممبر لود كان هيمشي كونستر، شيء فوق زي تحت. تمام؟ في مشكله لحد هنا؟ طيب الحاجه اللي عايزين يعني بس مجرد سؤال ونتناقش فيها، لو المبنى لما الدور بقى دورين، ايه اللي يفرق؟ امسح بس الحاجة دي، اوكي؟